اخينا انت وسيدنا نروح فين انت اخينا يا باشمهندس؟ ايه اسمع انا مسافر الصبح. مسافر؟ ايوه كفايه اللي شفته. خش نام والصبح تفرج. انا نام؟ انا يجيني نوم بعد اللي حصل؟ ما حصلش اي حاجه. خش نام وسيبني انا اتصرف. تتصرف ما تتصرف انا مسافر بكره. تصبح على خير. انت بتاعت الجهاز؟ انت بتاع الجهاز. طيب انا بتاع الجهاز. انت مين وجايه هنا ليه؟ جايه عشانك. عشان انا؟ طيب مش نتعرف ببعض قبله؟ انا سامي بتاع الجهاز. وكمان عارفه اسمي، حاجه حلوه خالص. طب وسيادتك اسمك ايه؟ هميس. ايه؟ هميس حتست نفرست اتون. مش معقول، مفيش حد اسمه كده في الدنيا. هميس. هميس هميس. عايزه مني يا ست هميس؟ انت. انا؟ لا يا ظاهر المسألة هتطول. تعالي تعالي تعالي. قولي لي بقى مين اللي بعتك؟ أتون إله الشمس أبويا. هو أبو حضرتك بيشتغل إله؟ أيوه. آه طب وأبو حضرتك بجلالة قدره عاوز مني إيه؟ عايزك تسافر. أسافر؟ أسافر فين؟ من هنا. انت باين عليك صريحة. قولي لي بقى أتون إله الشمس ده مش يبقى برضه هو الدكتور حسن؟ حسن ازاي؟ حسن اللي اكتشف حول تحتمس جوز خالتك. تحتمس مش جوز خالتي، خالي جوز خالتي. يبقى في وسيط. وسيط؟ يعني حد قالك؟ ايوه أتون. يبقى أتون قال لحد والحد ده قالك؟ ايوه أخيت أتون. أخوك مين؟ أخيت أتون ابن أتون إله الشمس أبويا. اسمعي الكلام الفارغ ده ما منوش فايدة، لو كانوا هما فاهمين هيضحكوا عليا بواحدة زيك يبقوا غلطانين. اتفضلي من غير ما ترد، قولي الأتون بتاعك اللعبة ما نفعتش. مين فين جاي؟ خلاص راح. فلسع. هتعمل إيه؟ فلسع مين؟ مش حاجة. مش هتبطل العادة بتاعتك دي. عادة إيه؟ اتفضلي أنت روح. في حد خرج من جنبك؟ لا مفيش. ده أنا لسه مطلعها من الدولاب. إيه يمكن عند المكواكي؟ هي ايه اللي عند مكواكي؟ البدلة، مش بتقول لسه مطلعها من الدولاب؟ بدلة يا بني ادم، هميس كانت واقفة هنا بتكلمني دلوقتي. والله؟ مش مصدقني؟ اسمع، أنت قاعد تكلم نفسك وتقول لي كان في واحدة هنا، أجي أكلمك على عفاريت تقول لي بلاش كلام فارغ، أنا رايح أنام ومسافر بكرة، ده إذا جاني نوم يعني. الراجل بيكلم نفسه، حد يكلم نفسه إلا إذا كان مجنون.
كفاية، أنا عايز المقال ده يطلع في الجرائد بكرة الصبح. حاضر. أنا هخرب بيته. يا دكتور جرائي جرائي، هي وكالة من غير بواب. اتفضل اطلع برا. أنا متأسف، أنا غلطان، إنما يا دكتور المسألة خطيرة، خطيرة قوي. خطيرة مش خطيرة، اتفضل اطلع برا. معلش يا دكتور، حقك عليا. لا يمكن، اطلع برا. خبط على الباب، ولما أقول لك ادخل ادخل. اتفضل. حاضر. مين؟ ما انت عارف انا المهندس سامي يا دكتور. عاوز ايه؟ عاوز اكلم سيادتك في حاجه مهمه قوي. مش فاضي، تعالى وقت ثاني. اعمل معروف يا دكتور. الدكتور تعبان، اتفضل دلوقتي. يا مدموزيل افتحي ارجوك. عايز ايه يا حرامي التاريخ يا ابن الاسره التاسعه؟ الله يسامحك، الله يسامحك يا دكتور. الحقني يا دكتور، في مساله مهمه قوي. ايه جرى؟ ايه خلاص الجهاز اللي كنت بتدوروا عليه؟ لا يا فندم، انما لقيت حاجه تانية. اتفضل. ايه دي؟ مين اللي كتبني؟ مش عارف يا فندم. ازاي مش عارف؟ قمت من النوم لقيت الخرائط محروقه ودي محطوطه جنبيهم. ايه ده؟ ده اسم فرعوني. اسم؟ ايوه. اسم ايه؟ هميس. هميس؟ ده اسم واحده، واحده ست، اخر عروسه نيل. عروسه نيل؟ ايوه، كانت جت من العالم الاخر عشان تكتشف سر صديقه المقابر. جت من عالم اخر؟ حاجه حلوه خالص. ايوه يا سيدي، جت ورجعت تاني. يا سلام، جت ورجعت تاني. ايوه جت. ما تخلصني بقى. اهي صورتها اهي. هي هي بعينها. هي بعينها؟ يعني قصدي مش هي دي هميس بعينها اللي انتوا بتقولوا عليها؟ في اي معلومات تانيه عنها؟ طبعا في الكتاب. في الكتاب؟ طب عن اذنك يا دكتور، انا هستلف الكتاب ده وابعت لك كتب البترول. اعمل ايه بالجاز بتاعك؟ يمكن تلاقي علاقه بين الجاز والفراعنه. بين الجاز؟ يمكن. محدش عايز يشتغل في الشغلانه دي خالص. والعمل؟ اسافر اجيب عمال من بحري؟ لا، اسافر انا عشان اجيب فلوس كمان. اللي يعجبك يا فتحي. افندم احجز لنا في اول طياره عشان احنا مسافرين مصر. مش هنحضر الشنط؟ ما احنا راجعين تاني. نرجع تاني؟ لا يا عم انا مش راجع. لا راجع راجع. صباح الخير. صباح الخير. المدير موجود؟ ايوه، هو مستني حضرتك. طب معلش. مستناني انا ليه بس؟ صباح الخير يا فندم. صباح الخير. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس. الله يسلمك يا فندم. ها ازاي الحال عندك؟ كله خير يا فندم، بس انا فهمت من تقريرك الاخير بان في حاجة مش مظبوطة في العملية. ده انا كمان ما رضيتش اخد سيادتك. تخضني؟ ليه؟ حصل ايه؟ في الحقيقة في حوادث غريبة حصلت. ايه خير؟ البير اللي حفرناه اتردب بالليل والبريمه اتسرقت، انما لقيناها مرميه في النيل. يعني في عصابه؟ طب ليه ما اخترتوش البوليس؟ هي مش عصابه، انا قابلت هناك راجل بتاع اثار وحاول يمنعني، قال لي ان انا بحفر فوق قبر عروسه النيل. عروس النيل. اهلا استاذ شريف. لا والله المساله متوقفه شويه. في البحر الاحمر ان شاء الله كله كويس. 94. لا مش كتير. تحت امرك في اي وقت. مع السلامة. اعملي معروف اخرجي دلوقتي. عايز اسمع هتقول ايه؟ هقول اللي حصل. هقول ايه يعني؟ بتكلم مين يا سام؟ لا مفيش حد يا فندم، مفيش مفيش مفيش. وبعدين؟ انت جيتي تاني. مالك يا سام؟ انت مش على بعضك ليه النهارده؟ انزلي من على دماغي لاخرب بيتك، انزلي. انت تعبان يا سامي، تعبان قوي. انت لازم تاخد اجازه شهر. روح روح وبعدين نبقى نتكلم. لا ما مشي يا فندم، مشي خلاص. هي مين؟ عروسه النيل. ها؟ انا هفهم سيادتك. لا لا لا، بعدين بعدين بعدين. الاستاذ سامي في اجازه من النهارده.
هو اصله تعب قوي في الصعيد. اتفضل. شكرا يا فندم. ايه عملت ايه؟ زفت زفت. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. كويس ان انا لحقتكم. تيجي معانا يا فتحي؟ على فين؟ تتغدوا عندنا. لا اتفضلوا انتوا. طيب باي باي. مرحبا. مالك يا سامي؟ انت مش طبيعي من ساعة ما جيت. مفيش حاجة. اخرج من هنا. اخرجي انت اعملي معروف. اخرج اروح فين؟ لا مش انت مش انت مش انت. تليفون يا ست. جايه هنا كمان. انت عايزه توديني في داهيه. اخرج. اخرج بس سيبيني. كفايه المدير فاكرني مجنون. هتطير الجوازه كمان. انت كنت بتكلم حد؟ لا ابدا. بابي اللي كان بيكلمني دلوقتي. عايز حاجة؟ بيقول عنك حاجات غريبة. غريبة؟ يعني ايه؟ يعني انك عصبي وبيتهيألك حاجات. انا ما بيتهيأليش اي حاجة. هو مش عاوز يتفاهم. عن اذنك انا تعبان. سامي اوعى تنسى الحفلة ليلادي. حفلة؟ حفلة عيد ميلادي. انت نسيت ولا ايه؟ عيد ميلادك. اهلا بيك يا حبيبتي. كل سنه وانت طيب يا ديدي. وانت طيب يا عم. ازيك يا باشمهندس؟ رئيس مجلس الاداره بيقول لك ازيك وما بتردش يا سامي. ها؟ انا متاسف. ما خدتش بالي. طب خلي بالك عشان عضو مجلس الاداره المنتدب جاي. اهلا عقبال 100 سنه. وانت طيبه يا دكتور. عقبال فرحكم ان شاء الله. ميرسي يا انكل. ها يا سامي ما تشد حيلك. مستني ايه يا اخي؟ ايوه يا فندم انا هجيب البريمه وارسم الخرائط من اول وجديد. بريمة ايه وخرايط ايه؟ انا بكلمك على الفرح يا اخي. الفرح. ايوه يا فندم. قريب 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 خالص. قريب 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 قريب. سامي مالك؟ تعال انا عايزك عشان اكلمك في البرانة. اسمع يا سامي، بابا قال لي عنك حاجات غريبة وانا نفسي شفت. شفت ايه بس؟ شفت انك بتكلم نفسك. انا عمري ما كلمت نفسي. وبتكلم حد مش موجود. وعمري ما كلمت حد مش موجود. إذا كانت الصدمة أثرت عليك، ممكن تستريح لغاية ما أعصابك تهدى وبعدين تبقى تسافر. أنا أعصابي زي ما كانت، حديد، حديد، حديد. ديد. تشرب حاجة؟ تحب أنت تشربي حاجة؟ لا خليك أنت، أنا هروح أجيب حاجة نشربها إحنا الاتنين. تعمل ايه هنا؟ انت تسيب هنا وترجع البيت. ديدي تزعل. وايه يعني ما تزعل؟ هو يزعل. هو مين؟ ابوها مدير الشركة. وماله؟ وماله ازاي بس؟ سامي سامي. شايفة؟ خليكي هنا، اوعي تمشي. انت كنت فين؟ كنت بشم الهواء. اعملي معروف روحي دلوقتي. انت بتكلمني؟ لا ابدا. امشي دلوقتي هتوديني في داهية. انت بتكلم مين؟ انا؟ لا ابدا ولا حد. طب يلا بينا نطفي الشمع. اتفضلوا. Thank you.
ايه يا سامي؟ ما تولع الشمع. تسمحوا لي انا؟ عن اذنك، عن اذنك. شوف. باي. اسمك. وبعدين يا جماعة ما حدش فيكم عارف يولع الشمع. شبان الأيام دي يا بنتي ما يعرفوش يعملوا حاجة، أنا هولعه عن إذنك أنت، عن إذنك، عن إذنك. اتفضل اتفضل اتفضل. يا ايه يا عليل العدب. مش انا والله، مش انا. الله يخرب بيتك. بتقول ايه يا افندي؟ كده كويس. روى دمك يا استاذ، روى دمك. وانا بقى فيا دم يا استاذ، وانا بقى فيا دم. اهدى اهدى يا استاذ، اهدى يا استاذ، اهدى اهدى. مسخره وقله حياه. اتفضل يا فندم، اتفضل سيجار. لا انا بشرب سيجار. اتفضل يا هان. طيب تسمح تولع لي؟ حاضر يا فندم، تحت امرك. كان فيها حاجه يا فندم؟ ايه الحكايه؟ انتوا عازميننا هنا تهزقونا ولا ايه؟ يلا يا عندليب، يلا ده كلام فارغ. يلا. عندك كده؟ عندك الفضايح دي؟ اهي الناس كلها مشيت. انا عارف مين اللي عمل كده. اه لو قفشت هقطه برقبتك. اطلعي اطلعي حضرتك، اطلعي اطلعي يا كسراني، اطلعي. اديني طلعت اهو يا بتاع الكاس. عايز ايه؟ انا هقتلك، انت السبب في كل المصايب. من الصبح لازم نوديه لدكتور. انت ما تقدرش تقتلني. طب اطلعي كده وانا مرمط بيك الارض. انت ايه الادب؟ اهو انت اللي ستين قلبت الادب. انا اسف، معلش. مش معقول، ما اعرفش حبيتك ليه؟ 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 بونجور يا سامي. اقدم لك الدكتور شديد. مش دكتور بالظبط يعني، تقدر تقول كده اخصائي نفساني. اتفضل يا دكتور. لا مؤاخذه يا فندم، مش هقدر اعزمكم على اي حاجه عشان مدي اجازه للخدام. معلش يا استاذ سامي، احنا ما احناش ضيوف. يا دكتور كان سامي في الاقصر والظاهر انه تعب هناك شويه. الشمس لازم من الشمس. لا يا فندم وانت صادق، اله الشمس. اله الشمس؟ ايوه يا فندم، اتون. وماله يا اخويا، اتون اتون بس يعيش. يعيش ازاي يا دكتور؟ ده ميت بقاله 5000 سنة. والله ما دريت الا منك دلوقتي. البقية في حياتك يا ابني، شد حيلك. هو في الحقيقة ما ماتش لأنه إله، وابنه اسمه أخير تون،
واتون قال اخيتاتون يقول هميس انها تمنعني. اه يا عيني ما ابدعك ما اروعك. انا هبعت لك الجماعه من تحت. مع السلامه. هميس هميس يا حياتي هميس. إلا قول لي عدم المؤاخذة، حضرتك بتشتغل في وزارة الأشغال؟ إشمعنى؟ أصل حضرتك قاعد تقول الهويس الهويس الهويس. أنا بقول هميس يا دكتور. هميس دي آخر عروسة نيل في الأسرة السادسة. السادسة؟ طبعًا. وليه ما تكونش السابعة ولا الثامنة؟ هو كادر يا دكتور، دي أسر، عائلات. طيب يا أخويا ما تزعلش نفسك، عائلات عائلات، أنعم وأكرم. صباح الخير يا هميس، جيتي في الوقت المناسب، اسألها أنت بنفسك. هي مين يا ابني؟ هميس واقفه ورا كتفك. واقفه ورا كتفي انا؟ واقفه ورا كتفي ليه؟ هي كده تحب تلعب زي العيال الصغيره. ده ايه الفتوح ده كله؟ ده انت مهول، ربنا يزيد ويبارك. وريله نفسك يا هميس. لا ما حدش يشوفني ولا يسمعني غيرك. ما هي دي المصيبه، ارجوكي تظهري ولو دقيقه واحده علشان يشوفوكي. ده انت لقطه، سبحان من ابدعك. هميس اعملي معروف، الحكايه بقت جد. يا ملكوت الله. راحت كويس كده؟ راحت. طيب يا أستاذ أنا عندي اقتراح هيعجبك قوي. اتفضل. حضرتك عندك مانع تشرف عندي في المستشفى؟ مستشفى؟ مستشفى إيه؟ المستشفى الخصوصي بتاعتي. ليه؟ عشان ترتاح. هو أنا قلت لك إن أنا تعبان؟ هو أنت لازم تقول لي، ما المسألة واضحة زي لطشة الشمس. إيه دول؟ دول هيساعدوك. لو حد منكم قرب مني هفقع نفوخه، فاهمين ولا لا؟ تسلم ايديكوا يا ولاد، تسلم ايديكوا. اربطوا لي الزبون بقى، اربطوا. ايوه 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 عال. يلا يلا يلا.